رحمه الله صاحبي خاي، نقول لك زعما نشأت بيننا علاقة أخوة، أنت ولا يمكن هو كيعتبرني رفيق أنا كنعتبره أخ، أنت ولا. والسيد دريس الشقر هو على كل حال يعني إنسان مسلم، أنا ما فهمتش هذا الشيء، داروا بيان مشترك تيقول فيه عدم التمييز في عقد الزواج بسبب الجنس أو الدين. هاد القضية ديال الدين ماشي أول مرة كنسمعهم تيقولوها، بمعنى نسمحوا للمغربيات يبداو يتزوجوا باليهوديات باليهود والنصارى. مزيان هاد الشيء دابا سمعناه، وهذا لا يجوز شرعا كما لا يخفى عليكم، ولكن ما فهمناش حنايا بكل صراحة، ما انتبهناش. اللي انتبه هو السي عبد الله بونو، وانتبهت واحد الوقت سميتها إلهام الوالي في فاس، قال لك السي عبد الإله راه هادوك يطالبوا بإباحة الزواج بين الرجال والرجال والنساء والنساء. أنا بغيت غير نفهم ونقول لكم، أنا شاهد هذاك السي نبيل بن عبد الله رجل مسلم وتيصلي يدخل الدار، إلا كنا غنديروا اللقاء حتى كي باقي ما صلاش المغرب حتى كيصلي. تيقول لا هو مشى للحج طبعا ورجل مسلم ما تحتاجوش نقول لكم، الشقر ما عرفتوش كيصلي ولا ما كيصليش، الله أعلم، ما غاديش نشهد فيه في هذه، ولكن يقولوا هذا الكلام. بل ذهبوا إلى وصم شريعتنا بأنها محافظة وقال القطع معها، ما له ما لا هذيك بوعياش أنت ولا كنشوف أنا بنادم، كنشوف بنادم تنبغي نقول شي حاجة تنحشم، تنشوف بنادم هو ما تيحشمش، ما احترمتش الدين ديالنا، ما احترمتش الدستور ديالنا، ما احترمتش الملك ديالنا، ما احترمتش الإرادة ديال الشعب. هانتوما شوفوا الإخوان الإحصاءات كلها هي كتقول باللي المغاربة ضد هادشي، المغاربة ضد المساواة في الإرث، المغاربة هادشي هذا درنا حنايا عشنا عليه قرون، عشنا عليه قرون وحنايا راضين به لأنه حكم الله ولأنه فيه المصلحة الحقيقية ولأنه يحافظ على العلاقات العائلية بين الرجل وأبيه وأمه وأخته وأخيها وأولاده ومناته إلى آخره. وشوفوا دابا هذاك جوني هاليداي مات، خلى الثروة ديالو كلها بالوصية، قال لكم الوصية بغاو يبداو يعملوا بالوصية، خلى الثروة ديالو كلها للعشيقة ديالو والجوج ديال الدراري مربيهم، وحرم المرأة ديالو الأولى وحرم الولاد ديالو القانونيين باش ما نقولوش الشرعيين، وراه دخلوا للمحاكم هما باقيين فيها الى الان. الان دولون باقي ما مات، عنده ثروه، ولادو ناضوا كيدبزوا على داك الشيء من دابا، فهمتيني ولا؟ والله اللي عالم اللي غادي يموت فين غادي يوصلوا. هادو بغاونا نقيلوا في المحاكم، دابا داك الشيء نزلوا الله سبحانه وتعالى. قال لك الصداق، قال لك الصداق هذا تخلف، هذيك نبيله منيب قالت له هذا تخلف، البقراره كتجيب 5 مليون. قال لا نبيله حتى هي متدينه على حسب العلم ديالي وكتصلي وداك الشيء، واش انت عارفه باش غتلقي الله بهذا الكلام تتهمين الله بالتخلف؟ حافظين انتم القران ولا لا؟ لما كنتوش انتم حافظين القران شكون اللي حافظه؟ اش قال الله تعالى في الصداق؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا كلام الله، وتتهم الله بالتخلف. ايوا طيب نرجعوا معك للعقل شويش والمنطق، هذاك الصداق راه كيعطيه الزوج للزوجة لأن هذه العملية ديال الزواج غير متوازنة وغير متساوية، وأن تلك المرأة في الوقت الذي هو سوف يستمتع هي سوف تحمل وتضع وترضع وتربي وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره، وأنت دائما ستكون لك اليد العليا، فخص واحد الضمانة كتبين بالنية ديالك الحسنة، ماشي تجي من الزنقة وتدخل وتزوج ولا غدا تقول لهم أنا غنطلق الله يهنيكم بلا 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 فرنك بلا جوج. خصنا نعرفوك باللي انت منضبط فعلا. وبقيت كنتعجب كنقول دابا هاد الناس اللي كيقراو القران
سيدنا موسى شحال عطى في الصدق ديال المرأة ديالو؟ 8 سنوات من العمل. راه دابا لو كان الاخوان نمشيو على ديال سيدنا موسى ما كاينش فيكم اللي بيتزوج الا محط المنضة ديال 8 سنين او 10 سنوات. ايما لا جلين قضيت فلا عدوان علي. وانا احنا ما كنقولوش للناس غليوا الصداق، لا بالعكس كنقولوا للناس يسروا على الشباب قبلوا يعني الصداق. حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة بخاتم من حديد وتزوجت امرأة بشيء من القرآن، وهذا قال لك لا حيت بحال الحال. ماشي بحال الحال، كذابين كذابين.